ممكن لو انت اتكلمت معاهم في مصر او خارج مصر ممكن تعوض حجازي شويه. في عندك محمد كوفي لاعب نادي الزمالك، لو قدر النادي الاهلي مفيش اتصالات، وكان في نادي الاتفاق مؤخرا يعني، وفي محمود عزت لاعب نادي سموحه، ومحمود متولي لاعب نادي الاسماعيلي، وفي كمان محمود علاء لاعب نادي دجله. تمام دول طيب، 4 لعيبه تقدر ان انت تاخد واحد منهم يعوض حجازي. هنتكلم برضو تاني وممكن تروح لحاجه كمان، قول لي معلش، مهمه جدا انك تبحث في اعتبار اللاعبين السوريين لاعبين مصريين. لسه هنتكلم فيه، مهم ده جدا. تحرير الاسئله ليدو على فكره، بس معلش في لعيبه محترفه خارج مصر هنتكلم فيها تحديدا، وعلى مستوى بس عالي جدا. خلينا نمشي مع التسلسل. حلقه جميله وكلها كلام، اعتقد ان احنا بنتكلم معاكم يعني بشفافيه واضحه جدا كده. هنتكلم عن السلبيات اللي شفناها في البطوله العربيه وشفناها كمان في المباراه الاخيره، بعد ما نسمع اراء اعضاء النادي الاهلي في هذه البطوله العربيه. نطلع نشوف قالوا ايه وارجعوا لنا على طول.